السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ حد سامعني؟ طيب انا في شوية صعوبات بس كانت موجودة في اللايف، والحمد لله حليناها. يعني يا عمرو، اهلا يا جماعه بيكم. انا استنى بضع دقائق بس، انا بس بعتذر عن التاخير، كان في صعوبه فنيه اول اللايف ليا، فكان في شويه صعوبات فنيه كده الحمد لله حليناها بمساعده الاشاوس بتوع ستارت اب رايز اب، و ويتنج فور يعني فريندز اند كوليجز تو جوين ان شاء الله. طيب الصوت كويس، الصورة متحركة كويسة، مفيش حاجة مقطعة وهكذا، كله كويس، كله تمام. الملك نجاتي بيقول لي هتدينا كام يا ملك؟ هتدينا ايه؟ هنديكوا فاينانس النهاردة. طيب نبدأ. بسم الله، انا اسمي وليد خليل، انا مانجينج بارتنر في انديور كابيتال، بكلمكم من البيت طبعا. يعني انديور كابيتال زي ما انتم عارفين احنا بننفست في الايرلي ستيج سيكتور اجنوستيك ستارت ابس. الفيديو ده بخصوص المبادره اللي اطلقها السيد نجاتي وتبنتها وتبناها رايزب، علشان هيلبينج الانتربرينورز يعني، واحنا موجودين البيت نبلد نولج اكتر ونتحرك اكتر وهكذا. طيب احنا النهارده بنتكلم، نسيت اقول برضو ان انا سي او وكو فاوندر بتاع فكاهيني، كله طبعا عارف فكاهيني. نرجع تاني للكلام على انديور بقى عشان نخش في المواضيع. انديور احنا بدأنا 2016، عملنا سو فار لايك 40 انفستمنتس الحمد لله وورلد وايد، منهم حاجات طبعا اغلب حضراتكم عارفينها. وحاليا يعني ايه، يعني looking for the next big thing يعني. طيب انا I shared مع رايز اب تيم في pinned comment موجود عليه resources، اتنين فايلز دول هنحتاجهم اثناء ما احنا شغالين. السيشن دي كانت بالنسبه لي شويه محيره، عايز اتكلم في البيزك principles. اولا قبل ما اخش في الموضوع برضو، I sincerely apologize for my fellow English speaker friends as this session will be completely run in Arabic. So maybe we could conduct something later on in English. الموضوع بخصوص النهارده بنتكلم بخصوص موضوع الـ financial management for startups، وهو زي ما قلت كان محير بالنسبه لي شويه، لان different phases بتحتاج different mechanics كذا. فالمحاضرة دي فيها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هيبقى بيتكلم على basic principles في الأريا بتاعة الأكاونتنج. الجزء الثاني بيبقى بيتكلم، الفيديو واقف يا جماعة، الفيديو واقف، هل الفيديو واقف ولا الدنيا شغالة كويس؟ لأن عندها مشكلة الصوت يا ملك. طيب الصوت كده واضح يا نشأت؟ الصوت واضح؟ حد يرد عليا يا جماعة في الصوت كده؟ طيب انا هكمل على اعتبار ان الصوت واضح، ان في ناس قالت لي ان الصوت اوكي. طيب فاحنا قلنا المحاضرة عندنا منقسمة ثلاث اجزاء. الجزء الاول هيكون خاص ب basic principles بتاعت الاكاونتنس. الجزء الثاني هيبقى بالفيزز المختلفة بتاعة
الستارت ابس وبيتعمل فيها ايه في الفاينانس ان فيري سامبل واي. الجزء الثالث هيبقى بتاعه حكو. يا جماعه يا ريت اللي ما عندوش صوت يراجع الانترنت كونكشن عنده او يراجع الجهاز عنده، لان اغلب الناس بتقول ان الدنيا ناشفه. عشان ما نضيعش وقتكم احنا نقول بسم الله. زي ما قلت في ريسورس اند كده في كومنت، دي عباره عن خلينا اول نتكلم على بين الكابيزك برنسبلز، الفرق بين الاكاونتنج والفاينانس. طريقه منظمه للبوك كيبنج وما هو الماليه اللي بتحصل في الشركه، سواء كانت فيها دفعه او صرف فول بقى مش عارف ريفينيو الكلام ده كله. فمحنجل دي بشكل تايت عشان نعرف نرجع لها بعدين ونكلوجنز ايه اللي كان صح وايه اللي كان غلط. فده هو الاكاونتنج، يبدا بالبوك كيبنج، والبوك كيبنج ده اللي هو التسجيل المحاسبي، ويمشي بعدين الموضوع للتوجيه المحاسبي ان كل قيد ده طبعا عنه اكاونت ويجي منين وهكذا. وبعدين ينتهي الموضوع في الاخر لان ده الناس بتوع الفاينانس. انا مش يعني هحاول اعمل حاجه بحيث الصوت ماشي. كده احسن تاني يا جماعه، الصوت كده احسن. انا بعتذر بشده والله، يعني الانترنت دي كويسه بس يعني مش عارف في ايه. طيب انا هحاول اتكلم بالراحه كده، قولوا لي برضو لو الصوت كويس يبقى تمام، بيقطع هنحاول ننقل في مكان خالص. طيب بتاع النتورك تاني. طيب ايش في شكل من اللخبطه يعني. طيب انا كده على شبكه تانية، هل الصوت واضح؟ طيب الحمد لله تمام على بركه الله. نتكلم في مساله التسجيل المحاسبي، وكنا بنقول ان الفكره في الاخر ان في حاجه اسمها قيود محاسبيه. دي كل مليم انا بصرفه او عملاء فين وبوجهه ازاي وهكذا. فده تسجيل. وبعدين في بعد كده حاجه اسمها فاينانشال بوستنج. البوستنج ده بيقول انا بعمل ايه بالاكونت ده. كده الناس كلها بتقول يس الصوت تمام، فانا هنطلق ومليش دعوه بقى. طيب الفايلز اللي انا شيردت معاكم مشكورين. نفتح الفايل اللي هو اسمه Accounting Resources 101، وهنلاقي فيه 101 ريكوردنج شيت. ده هنلاقي فيه اول ان وان ريكوردنج شيت. ده عبارة عن مكان بنحط فيه كل مصروف وكل مقبوض، ونقوم موجهينه في مكان معين. مثلا انا اشتريت كرسي، بقول ان الكرسي ده مصروف بينتمي لعائلة الاصول، والاصول بينتمي لعائلة الاصول الثابتة وهكذا. وبالتالي بقى اي حاجه ريفينيو داخله يبقى انا بسميها ريفينيو. جايه مثلا من سيلز يبقى سيلز، جايه مثلا من رينتنج حاجه عندي اسيت بيبقى رنت تحت ريفينيو وهكذا. يبقى ده ابسط طريقه اول مبدا الشركه وانا في الاول خالص اقدر اشتغل بيها علشان اسجل القيود المحاسبيه بتاعتي. انا بعتذر يا جماعه لو لسه الصوت بيقطع، ان اغلب اشتغل تمام. كان أسامة التمبلت موجودة في الكومنت اللي اسمه تحت اسم رايز اب كده تحت بالأزرق، تقدر تكليك عليها وهتلاقي جواها دي. طيب هنسيب الفايلز دلوقتي. احنا بصينا على أول حاجة خالص التسجيل المحاسبي في الأول، أنا لوحدي أو أنا معايا شريك واحد أو كده،
وفي الاول بدانا الشركه وبدانا نسجل فيها الكلام ده في الايديا فيز. محتاجين نجين بيزك نوليدج على مساله التسجيل المحاسبي، علشان بعدين انا هيبقى معايا بعد كده محاسب. المحاسب مش بالضروره ان انا جدا، ولكن مهم ان انا ادي له حاجه يعرف يكمل عليها. حتى لو انا عامل القيد شرحه صح، انا صرفت كذا في كذا وكذا وكذا، او قبضت كذا من كذا، هو بعدين يقدر يعدل في الكلاس عشان يبقى عندي اكاونتنج مهم. الكلام اللي بقوله ده يا جماعه مهم جدا، لان بعدين في شركات جدا عندها ريفينيوز كتير و يعني عندها ريفينيوز كتيره جدا وبتدور على انفستمنت، ولحد ما يوصل المرحله دي مش عارفين يظبطوا الفاينانسز بتاعتهم، وبقى في صعوبه في الدو ديليجنس، بيبقوا مركزين على البيع قوي، ودي فرصه يعني جيده للليكج، السرقه، او انا لما اقول يعني لا قدر الله، او عدم التسجيل الدقيق اللي هو بيدي انطباع سيء جدا عند المستثمرين. طيب فدي اول ايه حاجه عايزين نتكلم فيها. التسجيل ده بيدي بقى للناس بتوع الفاينانس قدره على ان هم يعملوا انفورمد ديسيشن. يعني ايه انفورمد ديسيشن؟ يعني انا بيبقى عندي كده ايه، انا ما اقدرش اشخص المرض الا لما اسال شويه اسئله، او انا ما اقدرش اشخص السولوشن لاي بروبلم الا لما يبقى عندي السيمتومز بتاعت البروبلم. السيمتومز بتاعت السترينثز والويكنسز بتاعت اي شركه بتيجي مينلي من موضوع التسجيل المحاسبي الجيد، اقدر منها اعرف ايه الحاجات اللي احنا يعني صرفنا فلوس في كذا، فدي جابت نتيجه كذا، يبقى المفروض اصرف اكتر وهكذا، فلازم ابقى مسجلها بشكل جيد. طيب فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو بصينا في الريسورس فايل، لو بصينا في الفايل اللي هو اسمه اكاونتنج 101، هلاقي فيه حاجه ظريفه كده اسمها بالانس شيت. ايه هو البالانس شيت ده؟ زي ما انتم شايفين البالانس شيت ده بيوريني كل الاصول اللي موجوده في الشركه، ليها احتمال من الاثنين، يعني اي اصول، فلوس، اصول ثابته، شيكات لناس كاتبينها لي، الكلام ده ليه احتمال من اتنين، يا اما حاجه اصحاب الشركه بيمتلكوها، يا اما حاجه اصحاب الشركه مديونين بيها لحد تاني. فسواء ده او ده، يبقى احنا بنعمل حاجه اسمها بالانس شيت، والبالانس شيت ده لازم يبقى متساوي، يعني كل اجمالي الاصول اللي موجوده في الشركه المفروض تكون يا اما مديونيه، يا اما تكون اونرز ايكوتي، او ملكيه لاصحاب راس لاصحاب الشركه يعني. فانا عامل سامبل برضو شيت ظريف كده صغنن قوي، بيحكي ان في الكرنت اسيتس، اللي هي كرنت اسيتس يعني ايه؟ يعني اسيتس سهله الليكويديشن بتاعها، بمعنى ان الكاش اقدر اتصرف فيها. انا اسف يا ابراهيم، كل كلامك عربي. طيب انت ممكن انت تاخد نوتس بالكلام اللي انا بقوله بالانجليزي بالراحه زي ما هو كده، تكتبه بالعربي وتدور عليه على جوجل بعد كده، عشان انت تقدر تنطلق بعد كده معتمدا على نفسك. فالاصول تاني هحاول اقول بالعربي على قد ما اقدر، بس انصحك برضو اكتب الكلام ودور على المصطلحات بتاعته بالانجليزي عشان تبقى العمليه مظبوطه. الاصول اللي هي كل ما تمتلكه الشركه من اصول، بيبقى فيها حاجه اسمها اصول جاريه او اصول خفيفه، يعني زي الكاش، ان انا عندي فلوس ده اسمه اصل جاري سريع الحركه، يعني اقدر احوله لقيمه اخرى بسهوله. يليه حاجه مش جاريه قوي، زي مثلا الايه، حاجه اسمها اكونتس ريسيفبل او اوراق قبض العملاء. ثالث حاجه بيبقى في حاجه اسمها مثلا انفنتوري او مخازن، في مخزون عندي بضاعه، او مخزون عندي مواد خام، او مخزون عندي منتج تام او كده. فكل دي تندرج تحت دايره الاصول الايه الجاريه. بعد كده في اصول ثابته زي مثلا المبنى وزي العربيه وزي الارض وزي الكلام ده كله. دي في ناحيه. الناحيه الثانيه المديونيه، كنت بخسرت الاجل، عندي مديونيه للموردين، وعندي دي مديونيه قصيره الاجل. ايوه يا احمد، في وقت لنجاوب الاسئله في الاخر ان شاء الله. عندي مديونيه للموردين فديون قصيره الاجل، وعندي مثلا مديونيه للايه انا واخد لون بعد الشر ولا حاجه، فاللون ده دين طويل الاجل. في حاجه اسمها الاونرز ايكوتي او حقوق المساهمين، بيبقى فيها الشيرز اللي موجوده، بيبقى فيها حاجه اسمها راس المال المدفوع، وبيبقى فيها الارباح المحجوزه او الارباح المرحله اللي جايه من سنه لسنه، دي بتمثل كل ما يمتلكه اصحاب الشركه من
ملكية يعني في رأس المال أو في الشركة، آسف، أصحاب الشركة كل ما يمتلكوه من أصول بقى جزء اللي بيمتلكوه أصحاب الشركة. خلاص، يبقى الأصول بتساوي المديونية زائد حقوق المساهمين. طيب، دي المرحلة الأولى اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هي تأصيل شوية حاجات. اللي فاضل في الشيت اللي هو بتاع الأساسيات ده، شيت بيتكلم على قائمة الدخل بشكل دوري لازم أطلعها، اللي هو إيه؟ أنا بعت بكام؟ كلفت البيع ده كام؟ سواء كان منتج أو خدمة، في حاجة اسمها كوست أوف جود سولد أو تكلفة البضاعة المبيعة. والاتنين دول مع بعض مطروحين من بعض، ده بيسمى الجزء الخاص بالتجارة، التريدنج بارت. بتطلع منه حاجة اسمها صافي، بتطلع منها حاجة اسمها مجمل الربح، ومجمل الربح ده بعد كده بيرجع يتحول إلى الفلوس اللي انا بصرف منها على الاوبريشن. بصرف منها بقى على حاجه اسمها اوبكس، اوبريشن اكسبنسز، او تكلفه العمليات، اداره العمليات بتاعت الشركه، اللي هي بتكون يعني كل ما هو مرتبات، كل ما هو ايجارات، كل ما هو تليفونات وهكذا، الاصول اللي هي المصاريف الثابته بتاعت الشركه. في جزء كده بنفصله في المصاريف الثابته دي لان هو متغير وقدرتنا على الانفاق فيه بتتغير على حسب الظروف. احنا في مرحله بنحاول ننجو فيها، نسرفايف فيها، ولا احنا في مرحله بنحاول نتوسع فيها، اسمه الماركتنج اكسبندتشر او الانفاق في التسويق. وهنيجي للكلام ده لما نيجي نتكلم على مراحل شركات الستارت اب، هي منقسمه لايه وايه الاجود في كل مرحله. طبعا كل ما اقوله من معلومات علم الاداره عموما، والكلام ده علم اجتهادي بحت ويخضع لرؤى كتيرة جدا. يعني ممكن انا اقول لك الصح مثلا في وقت الازمة بتاعت الكورونا انك ما تصرفش في التسويق، لا يجب ولا يصح ولا يجوز انك تاخد الكلام ده على ظاهر اللفظ. لازم حضرتك تشوف هل هذا الكلام يصلح لشركتك ولا لا يصلح لشركتك، لانه لو لا يصلح لشركتك يبقى انت ايه، ما يجبش انك تاخد بيه. في شركات دلوقتي بتكبر بشكل سريع جدا، حاجة اسمها سوبر نورمال جروث، نمو فائق السرعة. وفي شركات دلوقتي اللي هم مينلي او بشكل اساسي بيبيعوا للشركات الاخرى الكبيرة اللي هي الانتربرايز بنسميها يعني، ودول عندهم مشكلة في تحصيل فلوسهم، عندهم هم يكملوا في السيرفيس بتاعتهم وكذا. ببساطة شديدة الظروف زي ما انتم عارفين. فكل ما نقوله في هذه الجلسة خاضع لان حضرتك تشغل افكارك انت وبحثك انت وتستوعب الايه، السياق العام بتاع البيزنس اللي انت فيه. احنا كده تقريبا ايه، خلصنا اول جزء كنا عايزين نمهده، او التمهيد اللي هو التمهيد الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه. وهنيجي دلوقتي نعرض للجزء التاني، نبدا نخش في الجزء التاني اللي هو ايه، فنيات مساله الاستثمار او فنيات مساله الفاينانس في الشركه. طيب، لحد كده يا جماعه الناس سامعاني والصوت كويس والدنيا عنب، ولا في اي حاجه؟ عشان بس ايه، الصمت ده بيقلقني ساعات. كله في السليم العناب؟ كله كويس؟ كله مبسوط؟ طيب، على بركه الله. طيب، المرحلة بقى اللي هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم على شوية حاجات كده. بنتكلم على ستارت اب فيزز. الستارت اب فيزز متحركين على او خط اول مرحلة بتبقى اسمها حاجة اسمها انا باجي بفكر في فكرة مشروع، بدرس المشكله ابتدي عليه. دي برانا دلوقتي في غالبا ما بتعمل اي حاجه تدعي. خلوا يا جماعه الاسئله في الاخر عشان اعرف اخدها بشكل متتالي، عشان مش هعرف ادور في الثريد فوق، مش هعرف ادور في الكومنتس فوق. فالمفروض انك انت في الايديا فيز مفيش صرف فلوس كتيره، انت بتعمل ريسيرش بتاعك او ريسيرش بتشتريه او بتعمل اي حاجه من هذا القبيل. فالمفروض حضرتك مفيش حركه ماليات كتيره، ولكن انت بتحاول على قد ما تقدر في الفتره دي
بيرب عليها ان انا اعمل للاستثمار والكاش بتاعي بشكل صح، بذلت مجهود كويس في الايديا فيس. يعني ايه الكلام ده؟ خلوا بالكم معايا جدا في الحتة دي. لما نيجي نبص على الناس اللي بتجيلها افكار معينة، الفكرة المعينة دي، يا جماعة الصوت بيقطع، انا اسف والله مش عارف اعمل ايه، بس يعني هحاول على قد ما اقدر اشوف حل. طيب الصوت كده تمام؟ بيقطع. ياسين، ده ياسين وليد خليل بيساعدني في التكنيكال سبورت لما تبقى في حاجات زي كده. لو سمحت شوف اخباره ايه جوه، شوف الراوتر اخباره ايه. طيب هغير الكونكشن تاني يا جماعة، هغير الكونكشن ونشوف ايه اللي ممكن يحصل لو غيرنا الكونكشن. كده كويس؟ حد يقول لي كده كويس. تمام زي الفل، خلاص تمام. ركز وحاول اجري بسرعة لان الوقت بيضيع بالطريقة دي. كنا بنتكلم على مرحلة الايديا وازاي هي بتأثر بعدين في مسائل الاساس بتاعتك وكده. فالقضية ان اغلب الناس بتجيلهم افكار، الافكار دي بيترتب عليها انهم ينفذوا على طول بسرعة. لازم دراسة متأنية ودراسة كويسة في وانك تدك ديب وتشوف هل دي احسن فاليو بروبوزيشن، احسن قيمة انا بقدمها، دي انسب حاجة الناس محتاجة، حاجة اقدر ابيعها بفلوس ولا لا. للاسف ما بتاخدش وقتها الكافي، فيترتب على ده بعدين فلوس كتيرة جدا بتضيع انك انت تتعلم بثمن غالي. هو ايه؟ اني حطيت نفسي في حته الناس او حته الناس مش عايزاها بس مش عايز تدفع فيها فلوس او كده. كل ما كانت المساله متانيه في مرحله الايديا، كل ما كنت انا قادر بعدين اوفر في الفلوس اللي هي هتضيع في الفاضي وهتتحرق واخش في صلب الموضوع على طول عشان اوصل لمرحله ان انا ابقى بروفيت. طيب ده في مرحله الايديا. الايديا ما فيهاش كلام كتير يتقال يعني اكتر من الكلام ده. المهم ان احنا مخرج مرحله الايديا دي بيكون حاجه مواصفات لمينيمم فايبل برودكت. ايه المينيمم فايبل برودكت ده؟ اللي هو منتج باقل مواصفات واقدر ابيعه للعملاء بفلوس. تمام؟ انا بتكلم على الشكل التقليدي من البيزنس، مش بتكلم على فيسبوك وواتساب والحاجات اللي هي الاكستريم او الحاجات اللي هي الشاذه اللي هي مختلفه. انا بتكلم على الحاجه اللي هي ايه؟ مش ان جي او ومش حاجه كده يعني، وفي نفس الوقت مش حاجه تاخدني في حته مش تقليديه. الصوت كويس؟ طيب ما هو احنا بنقول لسه يا بلال الام في بي المينيمم فايبل برودكت ده عباره عن ان انا بطلع اقل فيتشر من المنتج في مرحله الفكره، اقول ان دي المواصفه بتاعته ويقدر لما ابيعه يتباع. مش عايزينه يبقى بيرفكت برودكت، مش عايزين يبقى فيه مواصفات كتيره جدا، مواصفات قليله ولكنها ما فيهاش باجز، يعني المنتج سليم وكويس او كده. السبب ان احنا عايزين ننزل الماركت باسرع وقت ممكن. تقولي ليه؟ ليه؟ عشان اول ما هننزل الماركت هيتغير حاجات كتيره جدا جدا، علشان ذوق الكاستمر هو اللي هيحركني. ضيع وقت وفلوس في المرحله الاولانيه في ان انا بقعد اطلع في البيرفكت برودكت. طلعت يا عم البرودكت، لا عدت شهر اتنين تلاته سنه وشويه ولسه سنه ناقصني، مش عارف بج اصلحها ازاي وهكذا. فده اللي احنا ناخده من الايديا فيز. دخلنا في مرحله البرودكت بري لونش، يبقى احنا بنتخير البدائل ماليا، البدائل الماليه اللي تقدر توصلني للمنتج في اقصر وقت ممكن. البدائل الماليه اللي تقدر توصلني هي ايه؟ لو انا بديفلوب ابلكيشن مثلا، يعني كمثال بسيط، في ناس تقول لك انا هبيلد التيم كامل، هجيب فرونت وباك اند وهجيب مش عارف ايه وهجيب ايه وهجيب ايه عشان يبقى عندي كل التيم، واصلا انا بعمل اسرار حربيه عسكريه. وفي واحد تاني بيقول لك انا هعمل اي كوميرس بلاتفورم بسيط، انا هروح اعمله على شوبيفاي وفاليديت بيه الاول وانزل، المهم ان انا ابدا ابيع المنتج بتاعي.
نظري المتواضعة الشخص التاني هو الايه الاقرب للعمليه وللمنطقيه من الشخص الاول، اللي هو هيقعد يعين 7 ناس فرونت وباك اند وابل واي او اس واندرويد ومش عارف يو اي وهكذا، ونقعد احنا ندفع فلوس كتيره والناس يجي لها عروض بره الديفلوبرز يسافروا والقصه دي. طب انا ليه؟ طب ما انا ابتدي بسيمبل سولوشن لو شوبيفاي او اوت سورس حتى مساله الديفلوبمنت الى حين، بعدين اون بوردت لما يحصل سكيلينج ويحصل ضخ لفلوس يعني في الشركة. طيب دي مرحلة الايه البرودكت بري لونش، قلنا ان احنا نقصر الوقت فيها قوي، ننجز بسرعة ونجري ونتحرك بشكل سريع علشان نعمل لونشنج للبرودكت. طيب المرحلة الأساسية اللي أنا عايز أتكلم عليها بشكل أكثر توسع هي مرحلة سيكينج برودكت ماركت فيت. دي الحقيقة مقبرة الستارت ابس. المرحلة دي اللي هي سيكينج برودكت ماركت فيت، يعني كأني بحاول أظبط مواصفات المنتج على العميل والعكس، وأفهم مزاج العميل عامل إزاي علشان أظبط المنتج عليه، أبقى فيري فليكسبل وهكذا. بجيب في المرحلة دي الناس الايرلي أدابترز أو الناس اللي هم قلبها جامد وبتوع تكنولوجي وبيحبوا يستخدموا المنتجات الجديدة، وبعرض عليهم انسنتيفز معينه في سعر المنتج او فري او الكلام ده كله فريميوم الكلام ده كله علشان يجي يجرب معايا المنتج. وهو بيجرب معايا المنتج بقى لازم ابتدي ايه اخد في اعتباري شويه حاجات. هكون دخلت في مرحله ان انا هبدا ابيع المنتج، وانس ان انا بدات ابيع المنتج طبعا الكلام عام، ولكن بشكل عام برضو يفضل في هذه المرحله ان انا يكون معايا محاسب. يعني لو محاسب مقيم يبقى محاسب اوت سورس برضه، ويكون بيظبط لي حسابات الشركه وبسجل بشكل دقيق وهكذا. ليه الكلام ده؟ علشان اول ما بدات انا ابيع يبقى في تفاصيل كتيره في المواضيع لازم تتسجل، ولازم يبقى اقدر ارجع لها بعدين وهكذا، ولازم ابقى كمان جاهز نفسيا ان فكره ان اول حاجه بيسالني عليها الانفستور وريني الديتا بتاعتك. لما اروح اوري له ديتا متهتكه او كلام حته من هنا وحته من هنا 15 اكسل شيت وبتاع وكده، بيقول لك الناس دي مش ايه يعني ما تصلحش ان انا احط معاها فلوس، مش تراست وورثي، لازم او ليسوا اهل للثقه. يبقى احنا محتاجين يا جماعه اننا يبقى معانا محاسب في الوقت ده سواء كان مقيم او كان خارجي، علشان نقدر نبقى عندنا تسجيل جيد جدا جدا للايه للمساله دي. لما نيجي نتكلم بقى ده فنيات الفاينانس، كل ما صرفت احنا يبقى كمان عندنا برنامج حسابات. كل ما احنا قدرنا هتكلم حالا على الكاستمر بيرسونز يا الكسندر، بس اديني فرصه يعني. كل ما احنا سرعنا في اننا يبقى عندنا برنامج حسابات، كل ما احنا كنا افضل واحسن من حيث قدرتنا على اتخاذ قرارات. خلاص هجاوب الاسئله في الاخر، من فضلكم خلوا الاسئله الاخر وقت خالص، هحاول اخلي فيه ربع ساعه للاسئله، بس احنا عشان اتاخرنا بدانا متاخر الله على عظم، فبدانا متاخر فممكن ناخر 10 في الاخر، لان احنا قبل ما ظبطنا الدنيا كانت الساعه بقت 7:10. فهحاول على قد ما اقدر يبقى عندي برنامج محاسبي اقدر اعتمد عليه وكده. احنا انا شخصيا بنصح الناس في حلول كتيره غاليه ورخيصه، ولكن في برنامج مثلا اسمه برنامج اداره بيستخدمه كذا حد عندنا في البورتفوليو، هو كويس جدا ساس بيست، فانا بخش بعمل سبسكريبشن بقيت موجود وهكذا. اول ما بدخل اجيب البرنامج ده بيبقى فيه شويه صعوبات شويه في التسجيل والكلام ده وكده، عشان كده بقول انا ممكن اعتمد على محاسب خارجي او على محاسب جوه الشركه، بس لازم اسجل البيانات عندي بشكل جيد جدا. من ضمن البيانات الاساسيه جدا اللي انا لازم اسجلها، ركزوا معايا في الحته دي يا جماعه لانها قاتله، يعني الناس اول ما المنتج نزل وبدا يبيع يقوموا حاطين ايه بادجت في الماركتنج ويشتغلوا. الوقت بتاع البرودكت ماركت فيت، ماركت برودكت ماركت فيت يا جماعه، يعني انا فأحسن حاجة أعملها أحسن حاجة أعملها وأنا في المرحلة دي إن أنا أعمل الـ A/B تيستنج بتاعي. يعني إيه A/B تيستنج في الماركتينج؟ يعني إن أنا أروح أحط طيارة على باير بيرسونز متعددة وأشوف نتائج الشغل ده قد إيه، وأقيس الكوست أوف أكويزيشن من البيرسونا دي ومن دي ومن البيرسونا دي.
البرنامج بتاع الحسابات اللي كنت بقول عليه دلوقتي من شويه اسمه اداره. اداره هنرجع تاني لبرنامج الحسابات والاداره لما اخلص الحته بتاعت ايه ده. كنت بقول ان الناس جوه المرحله بتاعت سيكينج بروفيت بتروح بسرعه تجري تصرف فلوس في الماركتنج. اول ما بدانا نبيع شويه تصرف فلوس في الماركتنج ونكتشف ان البرودكت لسه فيه ايشوز عايزه تتحل او مواصفات اساسيه مفقوده او كده، فاصرف فلوس كتير عشان ابيع المنتج عشان يحصل مشاكل عشان يبقى ايه I'm losing this money لجوجل والفيسبوك. مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نعمل ماركتنج بادجت قليله جدا نشوف منها مين الكاستمر بيرزونز اللي نفع معاها نمشي في البايب لاين اللي هو اويرنس انجيجمنت وهكذا. مين بيجي معاك الكلام ده، مين فيرست تايم باير وقد ايه بيقدر يبقى فيه ريكيرنج كاستمرز وهكذا بشكل بسيط جدا جدا جدا. المرحله اللي اقدر فيها احط انفستمنت اكتر في الماركتنج هي مرحله العلامات الصحيه اللي بتقول ان انا خارج من السيكينج برودكت ماركت فيت ورايح على مرحله السكيلينج اللي هي المرحله تعتبر الثالثه في الستارت ابس، ايديا برودكت بري لانش سيكينج برودكت ماركت فيت المرحله الرابعه اسف. فالسيمتومز او الاعراض بتاعت ان انا خرجت من سيكينج برودكت ماركت فيت هي ان انا الاقي اورجانيك جروث، هي اني الاقي ان الناس بتابريشيت البرودكت، هي ان انا الاقي غير الاورجانيك جروث ان انا فيري بوزيتيف عن البرودكت. انا اسف جدا يا جماعه، الاقي ان الناس بتتكلم بشكل ايجابي عن البرودكت والاقي ان في نمو طبيعي بدون اي تسويق معقد، بدون اي انشطه تسويقيه كبيره، ان في نمو طبيعي للمنتج نتيجه ان الناس بترشح المنتج لبعضهم البعض. انا بعتذر عن خطئي في المصطلحات الانجليزي، انا بحاول والله، بس كل ما تلاقوني فلتت مني نبهوني وكده ايه وانا هظبط نفسي ان شاء الله. انا اسف جدا جدا، اسف جدا. طيب لما نيجي نروح في الحته بتاعت البرنامج الحسابات تاني كده، هو برنامج الحسابات ده بيعمل لي ايه؟ برنامج الحسابات ده يا جماعه ببساطه شديده بيديني كل الادوات اللي بتخليني اخد قرارات سليمه. يعني ايه مثلا؟ خليني اديكم مثال صغير. انا ببيع منتجات، اربع منتجات او ثلاث منتجات، شركه تجاريه بحته مثلا، فبلاقي ان في منتج بيكسبني كويس فاقدر اشوف مارجن او الربح من المنتجات جنب بعضها فاقارن فافهم ان ده بيكسبني قدام، فيروح اضغط على الفندور بتاعي المورد بتاعي اقول له اطلع اطلع انا يعني تديني مارجن اكتر، يا تديني ربحيه اكتر، يا تمشي او يعني متشكر، يا اما ان انا اعمل طريقه معينه ان انا اشوف المارجن القليل ده اخباره ايه. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي مش مرحلة ان احنا نيجي نقول ده احنا بنبيع كتير قوي، دي من الاخطاء الشائعة اللي عايزين نتخلص منها كلنا كايكو سيستم. في حاجة اسمها يونت ايكونومي، شكرا للي حط اللينك بتاع جيت ادارة. اليونت ايكونومي دي يعني ايه؟ او الوحدة الوحدة الاقتصادية. يعني انا جبت القلم ده جبته بخمسة جنيه، مش 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 ما ينفعش ان انا ابيعه باربعة جنيه علشان هبيع منه كتير قوي، ده ما ينفعش، اقفل، اقف تماما فورا. اوعى كان اوعى اوعى تكون فاكر انك انت بالطريقه دي هتبني شركه كويسه ولا حاجه، ابدا. انت لازم تدور على قيمه مضافه حقيقيه في المنتج بتاعك، فلما تشتري ده بخمسه بشكل ما وتعمل فيه اي حاجه وتبيعه بسبعه او ثمانيه يبقى الناس مبسوطه ان هم عملت عليه ليزر انجريفنج، عملت عليه مش عارف ايه. هو ده مثلا حد زي مونبلو بتوع الاقلام لما جم يعملوا براند شياكه والماتيريال بتاعته نظيفه والكلام ده، ما باعوهوش اول مره بمثلا $1000 زي ما بيتباع دلوقتي، باعوه في الاول بثمن بسيط والناس لقت الكواليتي كويسه فبداوا يرفعوا في السعر والناس صدقت، فبقى بيمثل علامه للرفاهيه عند الناس اللي هم ايه الناس اللي هم عندهم قدره على ان هم يبقى عندهم حاجه زي كده. طيب احمد عزت، هنيجي للفاينانشال موديل كمان بضع دقائق، اصبر اصبر وما صبرك الا بالله. فكنا بنقول بقى حكايه، رجعنا تاني لحته ايه، ان البرامج المحاسبيه بتديني افكار كده. لو انا عندي سيلز تيم في واحد فيهم بيبيع باكس، واحد بيبيع بواي، واحد بيبيع المنتجات اللي بتكسبني، واحد كل الريبورتس دي اقدر احصل عليها. كل شهر المفروض ان انا اطلع حاجه اسمها مونثلي بي اند ال. ارجعوا تاني للشيت يا جماعه، الشيت اللي هو بيند كده اللي هو اللينك اللي حاطينه ده، وروحوا عند مونثلي انكم ستيتمنت او قائمه الدخل الشهريه. الفايل ده نطلعه كل شهر نشوف فيه كل الارباح
انا هحاول اترجم بالعربي على قد ما اقدر، بس انتوا تاخدوا المصطلحات دي اللي هو عنده مشكلة فيها، يقول هيعرف منها كل حاجة، يترجم الشيت على بعض. بيبقى واخد لي كده ايه في رحلة، الرحلة دي عبارة عن ان انا ببتدي بالبيع، انا بعت بقد ايه، او انا دخل ليا ريفينيو او مبيعات قد ايه، وتكلفة المبيعات دي قد ايه، وبعد كده ببتدي اشوف المصاريف بتاعتي عاملة ازاي. احنا متقبلين كانفستورز فكرة ان شركة تبقى بتعمل صافي ربح سالب في الاول. انا عامل هنا ايه 3 اشهر مثال، اللي هو يناير فبراير مارس، فيهم شهر بيخسر وفيهم شهرين بيكسبوا. عشان اقول لكم كل الشركات اللي بتكسب من اول يوم، مش كل الشركات اللي بتكسب من اول يوم تبقى شركات كويسة، ومش كل الشركات اللي بتخسر لمدة شركات وحشة. الحقيقة لازم نبقى متخيلين ده. بس انا الاساس عندي ان انا المنتج نفسه كتكلفة مباشرة للمنتج، بعيدا عن المرتبات اللي بدفعها وكده، لازم يبقى فيه ربح مارجن. لو انا عندي منتج فيه مارجن 30 40% انا في امان، لاني لما ابيع منه، انا ببيع النهارده منه 10 وحدات، لما ابيع منه 10000 وحده هغطي ممكن المصاريف والمرتبات اللي موجوده عندي. انما انا النهارده بخسر لاني لسه ما عملتش سكيلنج، لسه ما عملتش سكيلنج عشان ما عملتش بتاع السكيلنج اللي احنا بنتكلم عليه. فيبقى احنا لما نشوف التقارير زي كده نبتدي يبقى عندنا قدره على القراءه. حاجه تانية عايز اتكلم فيها، دي بقى مهمه جدا 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 جدا، الناس اللي بتاخد فلوس انفستمنت وتروح فورا تاخد مكتب مثلا على النيل وتجيب فازات مش عارف ايه والكلام ده وكده. يا جماعه البراكتسز دي كلها علامات الفشل الذريع. لما تشوف شركه بتعمل كده اعرف ان الشركه دي مش هتعرف تكمل، لان الناس فعلا مش متخيلين وقت الازمه بيبقى حالتهم عامله ازاي. بيبقى الفلوس خلصت وبيبقى الوضع صعب وبيبقى الشركه صعب ان انفستورز يحطوا فيها فلوس تاني وكده. بدل ما تعمل كده انا بقول لك قلبي عليك فعلا، ابتدي من الاول حط الفلوس دي في موضعها الصحيح. موضعها الصحيح حضرتك انك انت معذرة، موضوعها الصحيح انك انت تطور المنتج، موضوعها الصحيح انك انت تسوق للمنتج، موضوعها الصحيح انك يبقى عندك سيلز تيم قوي، موضوعها الصحيح انك انت يبقى عندك اوبريشن تيم كويس يقدر يكبر المبيعات ويقدر يكبر حجم الشركة بشكل تدريجي. فده الاستثمار الصح. الاستثمار الغلط ان انا ايه اروح اقوم حاطط الكلام ده في مناظر معينه واجيب لابتوبس ابل واقعد في ستاربكس والجو اللي هو انتوا عارفينه ده. ده كلام لن يؤدي الى اي شيء. المساله عايزه بساطه، عايزه تفكير بشكل قوي. ولو انت مش مشغول في الستارت اب بتاعك، لو انت مش مشغول على الاقل 12 13 14 ساعه في اليوم، اعرف انك في حاجه غلط، في حاجه غلط كبيره. لازم تبقى انت مقضي وقت طويل جدا بتطور وبتشتغل. رجوعا تاني لمسائل الفاينانس، قلنا ان الاي ار بي سيستم بيديني فوائد كتيره جدا، من ضمنها الكلام ده. الموضوع اللي عايز اتكلم فيه تاني دلوقتي هو موضوع الكاش فلو مانجمنت. زي ما قلنا الكاش فلو حاجه مختلفه عن الربحيه والخساره. الكاش فلو اللي هو اداره السيوله، مساله اداره السيوله داخل الشركه اللي هو القبض والصرف. انما اللي اتكلمنا عنه قبل كده بشويه اللي هو الانكم ستيتمنت او قائمه الدخل، دي بتتكلم عن الربح والخساره. في فرق كبير بين الربح والخساره. الصوت بيقطع كده بالظبط. الصوت احسن يا جماعه. طيب انا برضو اعمل حاجة تانية عشان كده دقيقة ظبط كده بتهيألي كويس. ففي فرق بين فكرة خسارة وفي فرق بين فكرة القبض والصرف. خليني اقول لواحد خرج جدا 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 القرار السائد ده ان هو هيعمل مصنع. المصنع ده بيعمل دلوقتي، المهم ان هو راح يشتري، خد قرار له ايه رايك اعمل لك 2% ديسكاونت وتديني مليون دولار كاش وتاخد بكره. شويه الصوت عندهم حلو.
وشويه الصوت مش حلو. الصوت بيقول كويس، الناس بتقول اغلبها بيقولوا كويس. يا جماعه اللي عنده مشكله في الصوت يراجع الانترنت كونكشن عنده، مش كل حاجه عليا، مش هعمل كل حاجه لوحدي يعني. يا جماعه عايز اركز في حرام عليكم، مش كده، ده انا جاي معاكم برضه. الفيديو زعلان، الفيديو هجل واحب ممكن رقمي طبعا في نص، طبعا مش ممكن رقمي يا احمد، هديكوا كل حاجه في الاخر. حاضر حاضر. فاحنا والله بتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكنا بنتكلم في الكاش فلو. فكنت بقول ان احنا الراجل الطيب راح يشتري مكان بمليون، والمكان اللي بمليون دولار ده دفع مقابل ديسكاونت 2%. جه بقى هو اول ما المكان ده، او يعني هو خلاص عمل كده، عايز يجيب مواد خام، عايز يجيب مش عارف ايه، استلف. وبعدين راح يبيع البرودكت، فقالوا له احنا ندفع لك ثمن البرودكت بتاعك بعد ما تاخد هنا وتصنع، هندفع لك الحكايه دي، الفلوس دي هندفعها لك بعد شهرين. طيب انا معلش يا جماعه، انا هحاول اتكلم يعني شويه كده، الصوت بيظبط، هم بيظبطوا الصوت جوه، او يعني بيحاولوا يغيروا الانترنت كونكشن، وبعدين بعد كده نبقى الفيديو هيبقى متسجل تمام يعني. عايش في التشيك والصوت بيقطع برضه. طيب ننقل على شبكه تانية. حاضر. سامعني يا جماعة؟ معلش. عموما يا جماعة الفيديو متسجل ان شاء الله يعني، واللي عايز يبقى يرجع لحاجة فيه تاني يرجع. اعتقد كده الكونكشن اتغيرت. تمام. الراجل مهم يعني في الاخر، الاخر ان الراجل راح اشترى بالكاش، بالكاش ان كاش موني، دفع فلوس وقتي وراح باع بالاجل. فعمل ايه؟ ده عنده عمل له خنقه كبيره، فهو بيسدد ثمن المواد الخام اللي عنده وهكذا. في حين ان احسن حاجه في الدنيا يقدر حد، اي حد يعملها، ان هو يروح يشتري على قد ما يقدر بالاجل، حتى لو ويبيع بالايه؟ ويبيع بالكاش. الحقيقه ده بيعمل ايه؟ لما تيجي تعمل فاينانشال موديلنج زي ما هوريكم دلوقتي حالا، لما تيجي تعمل فاينانشال حضرتك هتبص تلاقي ان 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 هتحتاج بكتير تريزو، يعني هتريز كاش ماني اقل بكتير، او هتاخد فلوس من الانفستورز اقل بكتير، لو كنت انت بتشتري ببيمنت تيرم، بتدفع متاخر وبتبيع وبتحصل بدري، فكان العمليه ايه؟ بتصرف على نفسها. ما هو احنا برضو يا جماعه مش كل حاجه ناخدها من الانفستور عشان نمريشن وهكذا، مش منطق. تكلفه الانفستمنت بتاع الانفستور كبيره، لان هو بياخد منك شير في الشركه، والشير ما بيبقاش الشير ما بيبقاش قليل يعني. انت مع الوقت انت الشير ده بيتعظم، والشركه لو قيمتها ان شاء الله كبرت قوي بقت حاجه كبيره، انت بترجع تقول طب انا مش كان ممكن امانج الكاش فلو بتاعي بشكل احسن. فدايما احاول باختصار عشان الحته دي نبقى احنا واضحين، اطول وقت المدفوعات، اتفق اتفاقات وقت مدفوعاتي يبقى طويل ووقت مقبضاتي يبقى قصير. على قد ما نقدر المنتجات اللي هي بتكسبني كتير احاول ان انا لو اقدر ابيع منها اكتر ابيع، والمنتجات اللي بتكسبني قليل احاول اقدم منها اقل قدر الامكان منها وهكذا. ده كده ايه شويه ميكانيكس حوالين الجزئيه بتاعه سيكينج برودكت ماركت فيت. سيكينج برودكت ماركت فيت برضو من ضمن الفاينانشال تيبس المهمه فيها، او المرحله اللي اسمها سيكينج برودكت ماركت فيت، اللي هي المرحله اللي بظبط فيها المنتج على راحه العميل او كده يعني.
حاولوا تكتبوا كلمة seeking product market fit حتى لو بالعربي، او تنطقوها زي ما انا بنطقها في جوجل، وتشوفوا ده معناه ايه عشان يبقى الترم نفسه او اللفظ نفسه مفيد وواصل لنا ونقدر ايه نفهم ده معناه ايه. لان احيانا الترجمة العربية مش هتوضح لك قوي زي ما تكون عارف المصطلح الانجليزي بيعني ايه بترجمته. طيب، من اهم الاليات الاساسيه جوه مرحله سيكينج برودكت ماركت فيت ان انا ابقى عندي ريسورسز، بس الريسورسز دي احاول على قد ما اقدر اخليها قليله، احد قوي من مساله ايه التكاليف اللي ملهاش اي لازمه. يعني لو انا رحت مثلا عشان اجيب واحد، رحت جبت واحد مدير كبير مثلا من شركه بتاعت تيليكوم اوبريتور مثلا، راجل بتاع شركة اتصالات كبيرة، مش قصدي شركة اتصالات يعني شركة أي حد يعني من اللي هم مشغلين خدمة التجوال، ورحت جبته واديت له مرتب مثلا في مصر، لو احنا في مصر اديت له مرتب 30,000 جنيه مثلا، والراجل ده جه بقى عبء ولود عليا في الشهور الأولى، لا أصل ده أحسن واحد هناك بيعمل الحتة الفلانية. مش منطقي، مش قرار صائب. لو أنا رحت أجرت مكان باهظ التكلفة عشان الإيمج، لما يجيني حد كل شوية كل فين وفين يجي لي كاستمر يزورني واقول لا ده انا لازم الصورة بتاعتي تبقى جيدة وشكل الشركة يبقى حلو، الكلام ده كلام برضو مش مظبوط ومش سليم. كل الحاجات اللي هي دي، حتى الصرف في الماركتينج سيكينج برودكت ماركت فيت. برافو عليك يا عمارة، ربنا يكرمك حبيبي يا عمارة. لما احنا نيجي نعمل الحاجات دي بالشكل اللي بقول لكم عليه ده، بتبقى انت مش عشان ده بخل ولا حاجه، لا بس عشان انت في علاقه طرديه، علاقه بتقول ان كل الشركه ما قدرت تفضل صاحيه فوق ال 18 شهر كل ما احتمال ان هي تفلس وتموت وكده ممكن تبقى قليله. طبعا القاعده لا تعمم ابدا ابدا، ولكن الفكرة كلها ان احنا بنقول يا جماعة كل ما انت بقى عندك كاش يبقى عندك فرصة اطول ونفس اطول. هرد على الاسئله يا جماعه في الاخر، الناس اللي بتسال على انديور بتنفست في ايه وكده، هرد في الاخر بعد اذنكم عشان بس اكمل الايه السياق اللي انا عايزه، لان الوقت ايه جري بينا. كل ما انت عندك فرصه انك انت يبقى 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 عندك فرصه تطيل عمر الشركه عن طريق انك انت ما تصرفش في الهايف، عن طريق ان حتى الماركتنج بتاعك ما تصرفش فلوس ماسف الاف الدولارات او عشرات الالاف من الجنيهات، ما تصرفهاش الا لما تحس فعلا ان هي العشرات الالاف دي بتصرفها عشان تجيب لك مئات الالاف من الريفينيو او من البروفيت. خلوا بالكم من الكلام ده، طول ما انا الفلوس صرفها ما بتجيبليش عملاء كتير، مئات العملاء او مثلا عشرات العملاء، طبعا كل صناعه ليها قصه. يعني مثلا لو انا ببيع ريل استيت، لو انا ببيع بيوت غير لما ببيع عربيات، غير لو ببيع كونسيومر الكترونكس او الكترونيات اللي هي بتاعت الموبايل والكلام ده، غير ان انا ببيع اكل، غير ان انا كل الكلام، كل حاجه وليها تكلفه في الاكوزيشن او تكلفه احضار العميل او تكلفه الحصول على عميل جديد يعني. بس خلاص، يعني نخلي بالنا الفتره بتاعت سيكينج برودكت ماركت فيت او فتره تظبيط المنتج على العميل دي فتره بحاول اقلل فيها الاكسبنسز اللي هي الاوبريشن، بحاول اقلل فيها الاكسبنسز بتاعه الماركتنج لحد ما يتباين فيها حاجات. انا عامله زي ايه يا جماعه؟ انا راجل نويت ان انا اصنع 1000 ترابيزه. ما ينفعش ان انا اجي اصنع ال 1000 ترابيزه دول مجرد ما جات لي فكره الترابيزه ان فيها درج مش عارف ايه وكده ال 1000 مره واحده، لازم اصنع واحده الاول واشوف راي العميل فيها ايه، اصنع خمسه واشوف راي العملاء فيها ايه. فهي دي سيكينج برودكت ماركت فيت فيز. وانس ان انا خلصت وصنعت الخمسه، فمفيش اي معنى ان انا اجيب خط انتاج بيصنع 1000 ترابيزه وانا لسه بعمل الخمسه دول، انا مش عارف، ما يمكن خط الانتاج اللي انا جايبه ده ما يعمليش موديل الترابيزه اللي العميل طلبها. يبقى الترابيزه اللي العميل طلبها دي فيها تعقيدات معينه ما تقدرش الخط الانتاج ده يعملها، فلازم اوصف كويس قوي 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 منتجي على ذوق العميل. العميل هو السنتر بيس، هو مركز الثقل بتاع الستارت اب. لازم ابقى انا كلنا بنبقى مفكرين وعايشين وبنبص عليه ومركزين معاه. ما ينفعش ان احنا نتجاهل طلبات العميل بناء على اننا لا 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 احنا عملناها كده خلاص. طيب محمد مهران، اسمح لي انا هاجي للاسئله تاني، بس ادوني يا جماعه شويه عشان انا خلاص بخلص.
طيب اخر حته عايز اعرضها وللاسف ما كنتش عايزها تتسرق، بس طبعا التكنيكال بروبلمز اللي حصلت وكده خدت وقت. بصوا على حاجه اسمها برايت برجر فاينانشال موديل. ده فاينانشال موديل تمبلت انا اي ريليستد من سنين طويله والناس بتشتغل بيه، بتعمل عليه ريزنج، يعني بتعرف تعمل بيه ريزنج بشكل كبير مع الانفستورز، نتيجه ان هو بيقدم للانفستور شويه بيانات هو بيدور عليها. هو ايه الفاينانشال موديلنج اساسا؟ الفاينانشال موديلنج عباره عن ان انا بعمل سيميوليشن او محاكاه للشركه دي هتكون عامله ازاي كمان سنتين او 3 سنين او 5 سنين. المحاكاه دي بيبقى فيها تفاصيل متعدده. التفصيله الاولى هي انت هتبيع بكام؟ طب انا ببيع بكام وانا اعرف اي حاجه؟ لا، انت بتبيع بكام بناء على انك بتبقى عندك دريم، حلم معين. الحلم المعين ده بتقول لو عندي فلوس كفاية أنا هقدر أبيع ب 10 مليون دولار في خلال الإيه ال7 سنين الجايين. أنا لو عندي لو عندي مثلا بيلدينج معين أو مخزن معين أقدر أعمل مش عارف إيه وهكذا. فأنت بتحط افتراضات أسامبشنز وتقوم حاطط عليها الفوركاستنج بتاعك عامل. طبعا الفوركاستنج ده فن، اللي هو التخمين بتاع أرقام المبيعات ده فن، فلازم ما يبقاش خالي، لازم يبقى منطقي، وفي نفس الوقت لازم يبقى متفائل، في سن التفاؤل، ومقنع. لما كل سنة تكبر عن اللي قبلها مرتين وثلاثة أنا ببقى مقتنع. مثلا لما كل سنة تكبر عن اللي قبلها 73 مرة يبقى أنت ده هزيان حضرتك. ما آسف جدا، ما أقدرش، مش هقدر. فلازم نبقى احنا منطقيين في افتراضاتنا ومنطقيين في طريقتنا للعرض وهكذا. فده بالنسبة للبزنس فوركاست. بزنس شيت من ضمن الشيتس اللي موجودة. لا احنا مش هنطول قوي يا جماعه، احنا قدامنا 10 دقايق وهنبقى خلاص بنقفل يعني، بس ايه انا خلوني اكمل الحته دي. فاحنا عندنا حاجه اسمها بزنس فوركاستنج، اللي هو بنخمن ارقام المبيعات. لما تخمن ارقام المبيعات تقدر تقول انا عايز ناس تشتغل، تيم شكله عامل ازاي. فبالتالي بيبقى فيه شيت بتاع اتش ار، كل ده موجود في الفايل اللي انا شيردت معاكم. راجعوا الفايل بعد المحاضره وبصوا عليه كويس، وبعدين لما انا يبقى عندي شيت بتاع الناس اللي تشتغل اقدر اشوف الاصول اللي هم محتاجينها تبعا لنشاط الشركه. الشركه اللي احنا عارضينها او الموديل اللي انا بنيته لكم برجر، شركه مش موجوده يعني، براد برجر دي عندها مطاعم فروع، وكل فرع بيبقى فيه شويه اصول بقى. طبعا الناس دي جم، انا يعني انا افترضت ان انا هبيع بكذا، جبت الناس اللي بتشتغل، ده كل ده افتراضي على الموديل، كل ده محاكاه للي هيحصل. وبدأنا ايه، وبدأنا بعد كده نشوف الاصول اللي هم محتاجين يشتغلوا بيها، محتاجين افران، محتاجين مش عارف ثلاجات، محتاجين الكلام ده. فبنحط الاصول دي في حته اسمها اصول، وبيتعمل لها الاهلاك بتاعها، كل ده برضو موجود. وبعدين بقوم مجمع معذره مجمع التفاصيل الفنيه كلها وكمان الماركتنج، واحطها في حاجه اسمها اوبكس او المصروفات اللي بتتصرف كلها عامله ازاي. طبعا ده على تايم لاين، يعني على خط الوقت على 5 سنين، كل حاجه معموله مع بعضها بشكل متسق، وبقدر اطلع منها انكم ستيتمنت او قائمه دخل زي ما احنا قلنا لل5 سنين. 15 لسه فاضل لنا حتتين. الحته الاولانيه ان احنا بنروح نعمل كاش فلو، كاش بادجت. كاش بادجت دي بتقول انا متوقع يدخل لي كاش امتى، قد ايه، متوقع كاش يخرج امتى، قد ايه من العمليات ومن الاستثمار. يعني انا عايز ب 100,000 جنيه، وال 100,000 جنيه وال 100,000 جنيه دول هيدخلوا لي كاش بوزيتيف، وبعدين هيطلع من عندي هدفع فلوس مش عارف ايه. فهبص على القبض والدفع واحطهم على بعض مع بعض على التايم لاين، مع بعض مع الوقت يعني. تخيل انت لو عندك لازم تدفع 1,000,000 جنيه النهارده عشان تشتري مكن، وبعدهم ب4 شهور انا هبتدي اشوف اول ربحيه. تخيل العكس، لو انا اشتريت المكن بالاجل، لو انا اشتريت لحد يعني، لو اشتريت المكن بالاجل وبعدين انا جيت قمت انا حاطط ايه البيع الاول، فكأن البيع بتاعي اللي هو حصل الاول ده لما اتمولت، مولي حد مولي المكن ده، فانا قدرت اصرف من البيع بتاعي على المكن. فده ببساطه شديده فكره الكاش بودجت، عشان اقدر اعمل شويه حيل جوه الفايل ده كأني شغلت الشركه ال5 سنين فعلا. يعني الفاينانشال موديل ده يا جماعه مش عشان احنا نكتب فيه كلمتين حلوين وخلاص، ده كله مربط بايكويشنز عشان في الاخر ابقى انا فعلا حسيت الشركه دي ايه اللي ممكن انجحها او لا، اني هلاقي يعني هلاقي سيناريوهات لو انا اشتغلت بيها الشركه هتخسر كتير جدا،
وهلاقي سيناريو وهتخسر كتير ومش هيبقى فيها سيوله تشتغل وحاجات كده يعني، فاتجنبها. ابقى انا عارف ان انا المورد اللي هيجي يقول لي تدفع لي كاش اقول له شكرا جزيلا، المورد اللي هيجي يقول لي هخليك هستلم منك فلوسي بعد شهر بس هزود عليك 1%، ده راجل منطقي وممكن افاصل معاه ان هم يبقوا بعد 60 يوم وهكذا. انا بضرب امثله عامه علشان ايه برضو الوقت ينجزنا. وصلنا كده لمرحله الكاش بادجت، هتلاقي فيه شيت اسمه اكزيكتيف سامري ملموم فيه كل حاجه لحد قيمه الشركه تبقى كام. من فضلكم بصوا على الشيت ده بشكل جيد، وعايز من الاخوه المستمعون احبابي واصدقائي اللي فاهمين الشيتس دي يشتغلوا عليها قبل كده، لو سمحتوا متكرمين جوه اللايف او بعد اللايف، اللي فولنتير وفاهم اللي احنا بنعمله في الفاينانشال موديلنج يساعد الاخرين، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا عشان خاطر وليد خليل من فضلكم. كده احنا وصلنا تقريبا للمرحله اللي هي شبه الايه الاخيره، قربنا جدا على مرحله الاسئله. فاضل اقول لكم حاجه واحده، ان في مرحله السكيلينج كل الميكانكس ايبت اللي هو ايرننج بيفور انترست اند تاكس او الربحيه قبل الفوائد لو واخد قروض من البنك وقبل الايه الضرايب. يا احمد ربنا يكرمك، اشكرك يا محمد يا نشأت، لو سمحت ساعد لو حد تاني يقدر يساعد وفاهم الحاجات دي يساعد في موضوع الفاينانشال موديل من فضلكم بالذات، هيبقى صعب على بعض الناس وهو اساسي جدا. الهدف منه مش انك تقدم رقمين للانفستور، الهدف منك حضرتك انك تعمل سيميوليشن، كان انا عملت ايه سيميوليشن، عارفين الجيم بتاع فلايت سيميليتر بتاع مايكروسوفت اللي انا كاني ركبت الطياره وخيشت، هو ده بالظبط، بس احنا عايزينك تركب وما تخيش لو سمحت، من فضلك حاول ما تخيش عشان خاطري. مرحله السكيلنج الاليات بتاعتها بتنعكس تماما عن مرحله سيكينج برودكت ماركت فيت. السكيلنج معناها ان احنا عرفنا العميل بتاعنا، كل ما بنحط دولار بيجي لنا قدامه 100 دولار او 10 دولار في الريفينيو، انا بتكلم دولار ماركتنج بيجي لنا قدامه كده. الناس بتحب المنتج بتشيره مع بعضها وانت بدا يبقى عندك بوادر نجاحات، اطلق العنان لايه؟ لخيول تجيب سيلز تيم قوي، تجيب سيلز تيم قوي، شكرا يا هدير على المساعده ربنا يكرمك، تجيب سيلز تيم قوي، تسوق بشكل ماسيف، تحط سيرفيس كويس، تشتغل باقصى سرعه ممكنه، تشتغل 24 ساعه، تزود شفتاتك. طبعا انا مش بتكلم على الظروف اللي احنا فيها، هتكلم كلمتين صغيرين على الكورونا في الاخر، بس الاول ايه نكون خلصنا ظبطنا. يا جماعه سامح اللينك موجود، يا سامح اللينك تحت، شكرا يا ابراهيم ربنا يخليك. ابراهيم قطب من الناس الخبراء يا جماعه في السوفت وير اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو اداره، من الخبراء الكبار واللي انا استعنت بيهم اكتر من مره شخصيا عشان يساعدني، وهو ممكن بيكون من الناس اللي بتقدم السيرفيسز زي ما قلت لكم، ممكن يبقى عنده محاسب تلجأوا له يساعدكم او كده، يعني هو بيقدم السيرفيس دي فبرضه ممكن يبقى معاكم يعني. طيب فكنا بنقول في السكيلينج الميكانكس بتنعكس تماما، ميكانكس بتنعكس يعني ايه؟ اصرف فلوس بسرعه وخد الماركت وانفيد وتيك اوفر وسيطر، وحاول توصل لربحيه باسرع وقت ممكن، ما تصرفش فلوس وانت بتخسر، حاول تلاقي طريقه انك ايه تبريك ايفن. الدروس المستفاده كتيره جدا من حته ومن حته اوبر، ومش عايز ده مش مجال حديثنا، ولكن مختصر الكلام ان ما ينفعش تبقى تكبر في الشركه وهي بتخسر كاش. طبعا في حاجات كتير حصلت في اوبر غير كده، اوبر شركه واعده وعظيمه ومحترمه، وما ينفعش دلوقتي الانفستورز يخشوا على شركه مش واضح لها قوي بوتنشال ازاي تكسب، يعني لازم يبقى في حاجه اسمها باث تو بروفيتابيليتي، يعني انا اكسب الشركه دي تكسب ازاي لو عملت ايه. ما ينفعش يبقى انا عمال ادعم 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 باخد فلوس من الانفستور وادعم 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 والشركه النت انكم بتاعها او صافي الربح بتاعها دايما هيفضل طول عمره بالسلب، ما ينفعش ما ينفعش خالص. احمد احسن من الرقم بتاعي ميسنجر، هيبقى انا قادر اتواصل معاك عليه احسن من التليفون، لاني انا يعني اوقات كتيره ما بعرفش ارد على التليفون، فهستاذنك لو عايز ارسل الميسنجر هشوف بقى لو فاضل حاجه.
طيب يا جماعه، انا في الاخر عايز قبل بس ما اخد الاسئله اقول لكم بشكركم جدا على حضوركم. الحضور يعني شكرا جزيلا، وبشكركم على صبركم عليا، وسامحوني لو قصرت في حاجه او اخطات في حاجه يعني معلومه فنيه او كده. انا يعني لا انوي الا ان انا اساعد، فربنا بس ايه يشيل عننا كلنا يعني ويساعدنا جميعا. حتى قبل ما اختم موضوع الكورونا، عايز اقول لكم على حاجه برضو. على قد ما احنا المفروض ان احنا بعض الناس او كلنا تقريبا عندنا ستريسز وخايفين على اهلنا ونفسنا والكلام ده وكده، والبيزنس بتاعنا وهنعمل ايه وكده، على قد ما في حقيقه علميه، علميه هي علميه الحقيقه، لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها، ان ربنا شايلنا كلنا، عشان بس ما حدش يحور ويحس ان هو لو عنده شركه بمليار دولار ولا ب 100 مليون دولار ولا 10 مليون دولار ولا بمليون جنيه، ما حدش يبقى فاكر انه عمل ده بنجاح، وده كله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فكل واحد فينا يعمل زي سيدنا موسى ما عمل، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هو كل اللي علينا خلاص، حصل الكمبليت لوك داون في البلد، هنعمل إيه؟ يعني كل حصل أي حاجة في أي حتة، محمد حسام انا مش فاهم بتقول ايه، مش فاهم. فالمهم يعني، المهم يا جدعان بس نبقى احنا في المنطقي، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا من فضلكم ارجوكم تتعتمدوا على ربنا في المرحلة دي، وان شاء الله ربنا هيسر الخير وكده. شكرا جزيلا لوقتكم. هاخد سؤالين ثلاثة وعشان بس اسيب المجال للناس تقدر تخش. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا مصطفى، متشكل جدا 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 جدا. لو بدأت ستارت اب بيبيع اكل بس سالتش اويرنس للناس، ممكن اعرف التولز المختلفة عشان ابدأ بيها؟ ينفع ابدأ اعمل مبلغ كبير للماركتينج وخاصة اعلانا عشان اجيب ناس، ده صح ولا غلط؟ اول ما تبدأ اعلانات كبيره زي ما قلنا، اعمل اي بي تيستنج في الاول، شوف الكاستمر اللي بيستجيب مع المنتج بتاعك، بانك انت بتست بيرزونز مختلفه، انترستس مختلفه وهكذا. يستحسن عين بد ميديا باير متخصص يساعدك جدا جدا في الاول عشان ما تبقى فلوس. ياسر ربنا يكرمك. شايف المستثمرين هيقيموا الشركات اللي هتبدا لسه الفتره الحاليه ازاي، وايه اللي عليها؟ والله انا شايف ان المستثمرين هيقبلوا على قطاعات معينه، الادويه، التلي ميديسن، الفود الدليفري، الحاجات اللي بنستخدمها واحنا قاعدين في البيت، العاب البورد جيم عشان العيال يعني كده هيضغطوا على الاباء والامهات زي ما هو حاصل، ان هم اكتيفيتي وتش حاجه جميله، زي ما طارق فهيم اخويا طارق فهيم كان بيقول، البيجامات، الملابس البيت الجميله، الشياكه في البيت مهمه برضو. احنا اكتشفنا كلنا ان احنا مش ملابس خروج للبيت، فلازم كلنا يبقى عندنا ملابس خروج للبيت وهكذا، الحاجات اللي من هذا القبيل يا اصدقائي. طبعا 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 لا اراجع بره الحاجات اللي هي قائمه على يعني الكحول والسانيتايزرز وكده، مش احسن حاجه الحقيقه، يعني دي حاجه ايفو هتخلص، ممكن حد يعمل منها قرشين، بس مش شايف ان هي دي الحاجه. المهم ان احنا بقى البوست كروما ايرا نبتدي نديتكت ان قد ايه الناس، الحلول بتاعه التعليم، الحلول بتاعه الدليفري، الكلام ده، كونسيومر بيهيفير اتغير. زي ما كنت بقول مع دكتوره منال نجم الدين من يومين، كنا بنتكلم في حته ان احنا قطعنا شوط في الكونسيومر بيهيفير، انه هو الاي كوميرس 10 سنين قدام، فاستفيدوا من ده يا جماعه. بعت لك متابعه على لينكدين، محتاج منك شيء، انا حسابي مقابل يبعت طلبات تمثيل، تبعت لي طلب مشان اذا احتجت لك. طيب يا ابراهيم ارجوك ابعت لي مسج نعرف نعمل حاجه على ده. تيب اوف ذا نيو ستوبس هاو تو ميك جود فاينانشال موديل.
النيو ستارت ابس تعمل جود فاينانشال موديل بان هم اول حاجه يا جماعه يعملوا تسجيل محاسبي جيد. التسجيل المحاسبي هيترتب عليه كل حاجه، كل حاجه خير في الدنيا. التسجيل المحاسبي الجيد هيترتب عليه كل حاجه كويسه في الدنيا، دي بدايه الموضوع. الحاجه الثانيه الفاينانشال موديلنج، انا سايب التمبلت يا جماعه، استعملوا التمبلت دي مش عشان الانفستورز بس، عشان تخططوا للبزنس بتاعكم في السنين اللي جايه. اي عندي اسئله؟ لو لسه بدات ستارت اب بيبيع اكل بس لسه مع بزنس للناس ممكن اعرف؟ ده جاوبنا عليه خلاص. لو انا عايز اصنع منتجات جلديه زي احذيه مثلا ينفع اعمله الفتره دي؟ اتس ا جولدن رول، قاعده ذهبيه، لو انت عايز تعمل اي حاجه في اي حته ما تسالش حد انفستور فاهم، اسال العميل بتاعك، اعمل سيرفي كويس زي ما قلنا في الايديا فيز يا جماعه، قضوا وقت في المشكله وواجهوا الناس بيها. الناس هتبقى محتاجه السلعه دي في الوقت ده ولا لا؟ العملاء اللي انت بتستهدفهم او اللي انت متخيل ان هم هيبقوا عملائك المستهدفين هم اللي هيقدروا يجيبوك. شكرا يا فاطمة، متشكر جدا. طيب القلم انا بنزله بوقت بسعر محدد وبيزوده مع الوقت، الطريقة بتاعت الزيادة دي ازاي وكده. انا مثال القلم ده ضربته لاني بقول ان مش منطقي ان اقلام مون بلو اول ما نزلت كانت غالية جدا. لا، في ممكن حد ينزل ويعمل براند شياكه ويقنع الناس بيه. اتس ماركتنج ميكس يا جماعه، في حاجه في الماركتنج في التسويق اسمها ماركتنج ميكس. ماركتنج ميكس يعني ايه؟ يعني انت بتحط المحتوى الكامل للمنتج في حد، اللي هو ايه؟ اللي هو المنتج نفسه سعره عامل ازاي وتسويقه والبروموشن بتاعه عامل ازاي، هتبيعه فين، الكلام ده هو ده اللي بيدي شياكه للمنتج، وهو ده اللي العكس. ازود امتى ازاي والكلام ده لما تبدا الاول، ابدا. عشان كده بقول يا جماعه اهم حاجه انك تبدا بسرعه جدا، انزل الماركت بسرعه. بوت ستراب، بوت ستراب يعني واحد لابس بوت ويربط الرباط بتاعه عشان يجري. مش هتعرف تجري الا لما تربط الرباط، يعني دي اول حاجه، يعني نزلت السوق. انزل السوق هتلاقي الدنيا بعد كده ان شاء الله فيري فيري ايزي. نسبه معينه للدخل اللي بتروح للماركتينج؟ لا، بس انت حط نسبه افتراضيه بسيطة، ممكن تحط 8% في الأول، والنسبة دي ممكن تزيد أو تنقص على حسب. لو أنا ماشي أورجانيك قوي، الدنيا ماشية أورجانيك يعني الموضوع بينتشر بحد ذاته بشكل كبير، الدخل سابق وبيكبر. لو أنت عامل مثلا حاجة زي إيه، ريفيرال نتورك، الناس بتجيب بعضها وانسنتيف، فما بقتش دي بادجت للماركتينج قوي، بقى كأن كل ديل صارف على نفسه وزيادة شوية. يعني حاجة اسمها جروث هاكس اللي هي للنمو، لازم تقروا في موضوع الجروث هاكس ده يا جماعه بشكل كويس. How to solve high shipping cost؟ مي بتسال. For multi vendor e-commerce startup especially when we don't have warehouses. طيب في حلول لكل حاجه في اي حته دلوقتي، يعني مثلا في حد اسمه فورا احمد، محمد موجود ولا لا معانا؟ احمد، انا مش فاكر اسم الكو فاوندرز التانيين، بس فورا بتقدم لوجيستكس شيبنج سيرفيسز، في ناس بتقدم شيبنج سيرفيسز بس، وفي ناس اند تو اند دروب شيبنج بقى الحاجات اللي هي دي، محتاجه شويه قرايه مي في الموضوع ده. بس في فيندرز كتير، يعني الناس الشيبنج بارتنرز، الناس اللي هم تشحن لك وتحصل لك فلوس موجودين، الناس اللي يخزن لك ويشحن لك ويحصل لك فلوس موجودين، كل ده موجود بأشكال متعددة. طيب احنا عملنا بروتوتايب لجهاز انتاج طاقة من المخلفات الزراعية، محتاجين رأس مال بس مش عارفين نجيب فند لاستمرارية المشروع، تنصحنا بإيه؟ انصحك انت انصحك بانك انت تروح تشوف مين اكتر حد منتج للمخلفات الزراعية وتروح له تساعده على، يعني حد بتوع اسمده مش عارف ايه الكلام ده كله،
عبد العزيز بروتينيا لو انت موجود ممكن تساعد باهر لو سمحت، ساعد باهر وقول له الدنيا بدأت معاك ازاي. بروتينيا يا جماعة شركة بتعمل بروتين، بتعمل حاجة كده، هي شركة بتنتج ديدان من الآخر يعني، يعني عادي احنا عادي مفيش حاجة عيب في الستارت ابس. الديدان دي عالية البروتين جدا وهما بيشتغلوا على المخلفات الزراعية. فباهر فكرني بعد السيشن أوصلك بعبد العزيز وتقدر تساعده، تقدر يساعدك يعني إن شاء الله بشكل كويس. إذا حد عنده فكرة ستارت اب ينفع يتعمل في التشيك ممكن نتشارك أو أمول فكرة جديدة في مصر. طيب يا جماعة في حد بيعرض تمويل اهو، انجل انفستر سامح، سامح نايل. الملابس والفاشن الفترة دي زي ما قلت دايما ابدا هتفضل الملابس مهمة، بس دلوقتي احنا مثلا من ضمن الناس اللي دخولهم تأثرت جدا الناس بتوع اللوندري، محدش بيخرج بهدوم خروج كتير، فبالتالي مثلا دول انكم بتاعهم ترقي اكتر. اشوف الحاجات اللي الناس هتستخدمها الفتره دي اللي هي ايه، الملابس الشياكه بتاعت البيت، ملابس الخروج بتاعت البيت، ان انا اقعد في البيت بتريننج لطيف، او الست تقعد بقطيفه، او الاولاد يقعدوا بحاجات فتره طويله، فمش داعي للحاجات اللي هي ايه الملابس يا جماعه ارجوكم يعني لازم شكلنا قدام بعض يبقى كويس، احنا قاعدين مع بعض حبه، الموضوع مش هيخلص بسرعه. لو عندي احمد انيس، لو عندي فكره هل يفضل استعين بشركه تعمل التطبيق ده ولا اعين يبقى عندي؟ طبعا كل حاله بحالتها، لو انت عندك حاجه زي بيتنت او بتاع او كده يفضل انك انت تبقى التيم ان هاوس. لو انت بتتكلم على اي كوميرس بلاتفورم او بتتكلم على ويب سايت بيعمل حاجه معينه، تطبيق بيعمل حاجه خدميه اتعملت قبل كده، حاول توايت ليبل من حد او حاول تشوف الناس اللي بتقدم الحاجه دي از سيرفيس. الساس سولوشنز كتيره، ولو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا استخدموا السولوشنز الرخيصه اللي موجوده اللي هي اتحلت فيها كل الباجز وما تبتدوش تخترعوا العجله من الصفر. دعايه واعلان تصاميم حوالين السوشيال ميديا، كيف اسوق للزبون، اسوق للزبون وخصوصا نحتاج السمعه للشركه، كيفين زياده المبالغ وكيفيتها. قرار شركة الدعاية والإعلان في الوقت الحالي، أنا شايف إن في قطاعات جوه الدعاية هتزدهر اللي إحنا حكينا عليها، فاشتغل حوالين التصاميم البيزنسز دي زي ما قلنا، أدوية، مستلزمات طبية، وحاجات تانية بهذا الشكل كتيرة. شوف الحاجات اللي هي دي وروح للناس اللي هم بالشكل ده. أنا آسف يا جماعة، أنا يعني حاسس ان انا مش هعرف اخد كل الاسئله، وانا لسه ده ايه المنتجات والخدمات المفروضه المطلوبه في الفتره بعد احمد مالك لو سمحت تتفرج على الفيديو هتلاقي الاجابه للكلام ده. باسم شيرين ثانك يو. باسم الشربيني بيقترح سيشن ثانيه فور فاينانشال موديلنج فور انفستمنت راوند اند فروم فاوندرز برسبكتيف اند وين ذي نيد ماني اكزاكتلي كذا نوت فروم انفستور برسبكتيف لايك وات طارق فهيم. ما هو عشان كده طارق اتكلم على الانفستمنت وانا بتكلم على انت عايز تتكلم على الفاينانشال موديلنج، مفيش اي مشكله يا باسم ان شاء الله ممكن ثانيه كده باذن الله. قصة الدعم الفني يا فندم ايه فرصه الفترة الجاية؟ الدعم النفسي زي الفل، احنا شايفين ان التيلي ميديسن عموما بقطاع عريض جدا منتعش بشكل كبير، ولو سمحتوا يعني موضوع الدعم النفسي ده انا تاني عايز اقول لكم حاجة اللي ما سمعتش الحتة دي، نقول كده زي سيدنا موسى ان معي ربي سيهدين، ربنا ان شاء الله هيعدي الفتره دي على خير، وتفائلوا خيرا وخدوا نيه جيده. الناس اللي مضطره تنزل من بيتها خدوا نيه يا جماعه الجهاد، عشان لو خارج في سعيه على رزقه او الكلام ده، فان شاء الله ربنا ييسر الامر. قصه الدعم الفني، احنا عندنا شركه من شيزلونج، شيزلونج بيقدموا موضوع الدعم الفني. لو انت بتفكر تتعاون يعني او تعمل حاجه مع احمد ابو الحظ تقدر توصل له وتتكلم معاه، وانت عايز تستارت حاجه من سكراتش انا شايف ان هيبقى كويس جدا موضوع الدعم النفسي بشكل عام، سواء بشكل عمومي جدا او بشكل موجه لفئه معينه ممكن تكون اكثر ضررا او اكثر تضررا في المرحله اللي احنا فيها.
على شركة توريدات ومعايا عقد توريدات، نسبة تقسيم الأرباح على المساهمين هي نسبة أي أو أي، صافي الربح اللي بيطلع في الميزانية نسبة تقسيم أي حاجة أسهم أو أرباح بين المساهمين هي اتفاق ما بينكم وما بين بعض، تتفقوا عليه في الأول تكتبوه وتقفلوا على هذا الكلام، تختموا عليه وتقفلوه. مفيش أي أعراف، بتبقى بالتراضي وتراضي بناء على كل واحد اللي جاب الفكرة، يعني يبقى في جزء الفكرة، يبقى في جزء للوقت المخصص للشركة وهكذا. عندي شركة توريدات ومعايا توريدات مواد غذائية مع فندق في شرم الشيخ، وعرض عليا مستثمر برأس مال يدخل معايا شريك في صفقات توريد بالشركة عشان أغطي الشغل المطلوب، ما هي النسبة العادلة لتقسيم الأرباح؟ هو طالب مني 70%، هل أوافق؟ لو طالب منك 70% لا توافق يا صديقي، روح اشتغل عنده وخلاص. إيه رأيك؟ روح اشتغل موظف وعنده وخلاص 70% ليه يعني؟ فأنت تقيم الفرصة اللي عندك دي بشكل معين، وتميل على بعض الأقارب والأصدقاء اللي معاهم فلوس وممكن يمولوك في حاجة زي كده، أحسن ما تجيب مستثمر غريب. ابتدي شغل ودور العجلة، وبعدين لما الدنيا تكبر ممكن تلاقي انفستور يبقى مهتم في هذا القطاع من الأشياء. شكرا على كل حاجة وعلى إنصاتكم، الوقت طول مننا شوية عشان بدينا الساعة 7:10، وآسف على الإطالة، وربنا يكرمكم وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى. يعني أتمنى إن الكلام يكون مفيد وجزاكم الله خير. حد يقول لي إزاي سايب الفيديو لحسن يتمسح وكلنا نزعل. أحاول أسايب الفيديو بقى دلوقتي. جزانا وإياكم. بنسيف الباشمهندس محمد حسام، بنسيف فيديو منين يا باشمهندس؟ جزانا وإياكم، شكرا جزيلا يا جماعة. يا ربي كنا بنتكلم عليك دلوقتي، انا فول سيرفيس لوجيستكس وهكذا. شوف كده مين كان بيسأل في الجزئية دي، اللي هو مكان لوجيستكس وكده. يلا يا جماعة نراكم على خير، وشكرا جزيلا، السلام عليكم.